صباح الخير يا شباب. صباح النور دكتور. صباح. عندنا هبة، عندنا نيفين، عندنا علاء موجودة دكتور. الدين، عندنا ميس، موجودة دكتور. عندنا نور، وعندنا مالك. نعم دكتور. أوكي. أو شكرا، عام وأنتم بخير. الشهر الفضيل إن شاء الله يا بكرة يا بعده. بس نستنى شوي زملائكم يدخلوا. وانت بخير يا دكتور. مين كمان عندنا؟ كمان في رنا. نعم دكتور. طيب خليني بس نرتب الأمور عشان الأسبوع هذا إن شاء الله امتحاننا معروف للجميع، يعني هاي صفحتنا الرئيسية. موعد امتحاننا إن شاء الله بده يكون يوم الخميس، بيكون التاريخ 15/4 الساعة 3 الظهر. الساعة 3 الظهر ما بتيجي على هون، بتروح على منصة الاختبارات. اللي تعود ودخل على اللي قدم امتحان اللي هو التجريبي اللي سويناه، يعني الأمور ممتازة، زي منصة الاختبارات، من هون بتحبس عليها وبتروح على الامتحان. امتحان أنا أوريدي جهزته، عبارة عن مالتيبل تشويز، حيكون بغطي تقريبا الوحدة الأولى. خليني بس منصة خليني أسكر هاي زوم، خليني نكبس أنا وياكم. هاي بنروح على منصة الاختبارات، هاي منصة الاختبارات زي ما انتم شايفين، بتروح على منصة الاختبارات عادة نفس يوزرك. أنا برجع بكرر عشان يوم الامتحان ما حيكون، هاي مادة مهارات حاسوبية، حتلاقي شيء اسمه الامتحان النصفي. هيو واضح. إذا موعد امتحاننا اللي هو إن شاء الله الميد بكون يوم الخميس الساعة 3، بكون رمضان، يعني كل عام وأنتم بخير، بكون شهر فضيل. أوكي، مدة الامتحان ساعة فقط، بيبدأ على 3/4 بيخلص، بغض النظر الوقت أنت دخلت فيه، يعني سواء دخلت على 3، دخلت 3:15، 3:30، الامتحان على 4 بسكر وبنتهي. المادة المطلوبة زي ما حكيت اللي هي الوحدة الأولى، الإنترنت والخدمات الإلكترونية، قواعد بيانات واحد اللي هي المادة النظرية. دكتور كم سؤال بالله؟ نعم 25 سؤال. تمام شكرا. 25 سؤال، كل فقرة عليها علامة. أوكي يا شباب، وبنتكلم إذا في أي أسئلة المحاضرة الجاي ليوم الأربعاء، إذا في أي سؤال بجاوب عليه، وبسوي نوع من انواع المراجعه. يوم الاربعاء ان شاء الله بتكون يوم يعني جاي مراجعه للوحده كامله، المرور بشكل عليها بشكل سريع، زين في اي استفسار او اي سؤال. في اي استفسار يا شباب؟ طيب احنا بلشنا الان بالجانب العملي في قواعد البيانات. قواعد البيانات واحد اخذنا فيه الجانب النظري، بلشنا في قواعد بيانات اثنين الجزء الثاني، وهو تطبيق على قواعد البيانات اللي هو باستخدام الاكسس. لو شفنا الباوربوينت، هاي الباوربوينت خلينا نشير لكم اياه، هاي قواعد بيانات تنين اللي هي سلايد رقم 4، اللي هو بيبدا بيتكلم عن انشاء قاعده البيانات فارغه، كيف ننشئها، كيف نفتح البرنامج، كيف ننشئ قاعه البيانات لاول مره، كيف بنخزنها، شو الامتداد تبعها بتاخده. اوكي، يعني هو عباره عن كيف بنقدر نسكر قاعه البيانات، كيف نرجع نفتح قاعة البيانات، كيف ننشئ الجداول. أي هذا كلام نظري عليه، بعدين ببدأ مش تطبيق عملي إنشاء الجداول. في أكثر من طريقة لإنشاء الجداول، إما بإدخال البيانات أو باستخدام القوالب الجاهزة تيمبلتس بسموها، أو عن طريق التصميم، وبيبدأ عاد يدخل في التفاصيل. خلينا نبدأ أول شيء كيف ننشئ قاعة بيانات. كقاعة بيانات وقلنا قاعة بيانات بتحتوي على مجموعة من الجداول، ممكن يكون جدول واحد وممكن يكون أكثر إيش من جدول، ممكن يكون جدول واحد وممكن يكون أكثر من جدول. خلينا نبدأ تطبيق عملي. إحنا هنطبق على مايكروسوفت أكسس اللي هو 2010، 2007 2010 تقريبا، قريبات على بعض، فيش اختلاف كبير. لأي قاعدة بيانات لما تنشئها بدك تعطيها اسم، وبدها تأخذ امتداد، يعني تعرف أنت الملفات الموجودة في الآن على جهاز الكمبيوتر،
أي ملف موجود يجب أن يكون له اسم ويكون له بنفس الوقت امتداد، يعني الملف له امتداد، يعني بيجي اسم الملف نقطة الامتداد أو بسموه الاكستنشن تبعه. خلينا نشوف هذا الكلام عملي وليس فقط نظري. خليني أشير لكم الأكسس. أيوة أنا مجهز لكم إياه. أي برنامج الأكسس؟ كيف تفتح برنامج الأكسس؟ تكون نازل عندك مايكروسوفت أوفيس. إذا منزل مايكروسوفت أوفيس على جهازك بتروح على القائمة الرئيسية ستارت، تختار منها البرامج، تختار مايكروسوفت، بعدين تختار مايكروسوفت أكسس. لما تختار مايكروسوفت أكسس بيطلع معك عندك الشاشة الرئيسية. هاي الشاشة الرئيسية، هاي الشاشة مقسمة لأجزاء، في القوائم من فوق، فايل، هوم، كرييت، كذا. في هون إذا كان بدك تخزن، بدك تفتح قاعدة بيانات، أو ريسنت إذا كان في عندك يعني فاتح قواعد بيانات قديمة بدك تشوفها، أو إذا بدك تنشئ قاعدة بيانات جديدة بتقول له نيو. بدك تسكر برنامج الأكسس في عندك هون إشي اسمه إكزيت. هلا بدنا نتعلم إنشاء قاعدة بيانات. عشان تنشئ قاعدة بيانات لما تيجي تختار نيو هون بيعطيك مجموعة من الشغلات اللي بيهمك منهم أنت، إما بلانك داتابيز يعني قاعدة بيانات فارغة، أو إنك تستخدم إشي بسموه تيمبلت يعني قواعد بيانات جاهزة. بصير يعطيك يعني لا بدنا نتعلم كيف ننشئ إحنا قاعدة بيانات. فأنت حنختار من هدول، لاحظ شايفهم، إحنا بدنا نختار اللي هي البلانك، بلانك داتابيز. أو إذا بدك في أنواع قواعد بيانات جاهزة، هاي قواعد البيانات بسموها تيمبلتس جاهزة، هاي من موجودة مجموعة كبيرة منها. لاحظ بصير تفوت على كل قاعدة بيانات تختار اللي بدك إياها. لا إحنا نتعلم إن ننشئ قاعدة بيانات إيش فارغة. فبنيجي نختار هون بلانك داتابيز. هلا شغلتين مهمات جدا، بعد ما تختار بلانك داتابيز بدك تحدد اسم قاعدة البيانات من هون وتحدد مكان تخزينها. يعني أنا هون باجي بحط المؤشر هون وباجي بسمي قاعدة بيانات بسام. أوكي، هلا اسم قاعدة البيانات بسام، امتدادها ACCDB، هذا الإكستنشن. يعني أي ملف تلاقي امتداده Access Database، اختصار لـ Access Database، فأعرف إنها إيش قاعدة بيانات. هذا ملف من نوع قاعدة بيانات من نوع Access. إذا أعطيتها الاسم، طب كيف وين بدي أخزنها؟ هو لحاله تلقائيا وين بيخزن؟ على الدوكيومنت. لا أنا بدي أخزنها على الديسكتوب، فباجي بختار من هون، لاحظ بفتح الشاشة، بحدد مكان تخزينها، فبختار من القائمة بقول له على الديسكتوب. هلا شو بعرف؟ بعرف إنه بدي أخزن اللي هي قاعدة بيانات اسمها مايكروسوفت أكسس. أوكي، على وين بدي اسمها؟ اسمها بسام. وين بدي أخزنها؟ شايفين هاي الشاشة ولا مش ظاهرة؟ ظاهرة دكتور، شايفين. لا الصغيرة شاشة التخزين راح الدكتور. ظاهرة مش موجودة، كانت ظاهرة. ظاهرة كانت. هيها رجعت. اذا بتحدد المكان اللي هو الديسكتوب، لاحظ تعطيها اسم ونوع، نوع اوتوماتيكلي هو حياخذ مايكروسوفت اكسس عندك. هلا ممكن تحدد انواع اخرى ما بدنا نتكلم عنها، في 2003، في 2000، في اللي هي 2007 و2010، كله نفس الشيء بياخذ امتداد ACCDB اختصار ل داتابيز. هلا بعد ما اختار هاي الامور تعطيه اوكي. لاحظ هون شو حط انه التخزين على الديسكتوب. اذا حددت نوعية الداتابيز اللي بدنا نشيئها هي فارغة، حددت اسمها طلع من وين، وحددت المكان التخزين. شو ضل علي؟ فقط أكبس على كلمة create إنشاء. فباجي بكبس على كلمة create، لاحظ بتسكر هذيك الشاشة وتلقائيا بفتح لك شاشة جديدة اللي هي شاشات الإنشاء. صعبة ولا مش صعبة؟ أي شباب؟ سهلة. سهلة. طيب أنا إنشأت الداتابيز. أنا إنشأت اللي هي الداتابيز كلها كداتابيز إنشأتها. هلا أنا بدي أشوف كيف بدي أسكرها. هلا إنسوا اللي طالع لهم، باجي منهم من القائمة
فايل، في عندي لاحظ هون ايش اكزيت، سكر كل الاكسس، لاحظ ما سكر الداتابيز، سكر كل الاكسس. بدي ارجع افتح برنامج الاكسس، هاي مايكروسوفت اوفيس. دكتور الصوره مش ظاهره عنا. ما بس خليني افتحه لاني هاي الاوفيس مايكروسوفت. دي شوي مايك، هاي مايكروسوفت اوفيس وهاي الاكسس. خليني اشير لكم اياه، هاي الاكسس. اوكي واضحه الصوره؟ لا. طيب انا هيك انشات قاعده بياناتي، مزبوط ولا لا؟ طب بدي انا سكرتها، سويت اكزيت، بدي ارجع افتحها. لاحظوا هون على شمالك، هون بورجيك اخر قواعد بيانات تم فتحها ريسنت، هاي بسام شايفينها. انا ما لنفترض انه كانت قديمه جدا، انا ما بدي افتحها بالطريقه هاي، انا بدي اجي راح اسوي اوبن. هلا لما تكبس اوبن شو بيسوي؟ بقول لك وين هي قاعده البيانات، باجي بختار الديسكتوب، شو باجي؟ هاي بدور على قواعد البيانات، هاي شايفينها؟ هاي بسام شايفينها؟ فبختار باشر عليها كليك وباجي بقول له ايش؟ اوبن. هاي فتح لي قاعده البيانات. واضح؟ واضحه الفكره؟ نفس الشيء فايل، انا كيف بعرف اني فاتح قاعده بيانات ولا لا؟ لاحظوا كيف بعرف اني فاتح قاعده بيانات ولا لا؟ لاحظوا هون بالاعلى شو مكتوب هون؟ في الخط اللي فوق شو مكتوب؟ اسم قاعده البيانات. في اي استفسار لهون؟ اذا اول خطوه تعلمنا كيف ننشئ قاعده البيانات، في فيديو انا نزلت لكم اياه هي هون، خليني اشير لكم اياه بس، هي على موقع صفحتنا، في هون اللي هو هاي شرح برنامج الاكسس، موجود فيديو على اليوتيوب، وفي يعني دورت لكم على شيء بالعربي وفي شغلات كثير. اوكي اتذكرت في نزلت لكم وظيفه رقم 2، هلا موعد تسليمها الاسبوع الجاي بعد الامتحانات. اوكي عشان تكونوا بالصوره، اللي مش هذا اي وظيفه رقم 2 صرت منزل لكم اياها، معكم وقت كافي يعني. طيب خلينا نرجع على نرجع على الباوربوينت. اذا اول شيء كيف اخذنا انشاء قاعده بيانات فارغه وحفظها. اوكي اول شيء كيف فتحنا برنامج قواعد البيانات اللي هو الاكسس، بعدين انشانا قاعده البيانات فارغه وكيف خزناها. اوكي حفظ قاعده البيانات، الامتداد حكينا اكسس داتابيز بياخذ باسم الملف، وجربنا كيف نغلق قاعده البيانات او اغلاق البرنامج. لاحظ في ميزه بين اغلاق قاعده البيانات واغلاق البرنامج. اوكي تعال نشوفها، خلينا نروح على الاكسس. هلا الاكسس اللي انت شغال صح، وقاعده البيانات مفتوحه، كيف عرفت هي اسمها فوق؟ هلا اذا بدي اسكر قاعده البيانات وخلي الاكسس شغال، باجي من هون فايل، شو باجي؟ بقول له كلوز داتابيز. في فرق ما بين كلوز داتابيز وما بين اكزيت. الكلوز داتابيز يعني بسكر الداتابيز اللي انت فاتحها، اوكي، بس بخلي برنامج الاكسس شغال. اما الاكزيت هاي لا، هاي بسكر قاعده البيانات وبسكر الاكسس. لو بدي اسكر قاعده البيانات اللي انا فاتحها باجي من هون بقول كلوز داتابيز، شو صار؟ رجعني على الشاشه هاي الرئيسيه. بدي ارجع افتح قاعده البيانات بقدر اقول له من اوبن، او موجوده هون في اخر قواعد بيانات مفتوحه، لحظه هي هون اكبس عليها، هاي فتح لك اياها. اذا عرفنا كيف ننشئ قاعده البيانات، كيف نغلق قاعده البيانات، كيف نحفظ قاعده البيانات، كيف نسكر برنامج الاكسس. طيب
خليني اجي هلا. لما تنشا قاعده البيانات اول خطوه بدك تسويها بعد انشاء قاعده البيانات اللي هي انشاء الجداول، وهذا حكيت عنه المره اللي فاتت. هاي الباوربوينت، بعد ما انشا قاعده البيانات مباشره بده يجي على شيء بنسميه انشاء الجداول. انشاء الجداول في اكثر من طريقه، اما بتنشئ الجداول تيجي بتعتبره زي الاكسل، بتدخل بيانات ومن خلالها بعرف تنشئ الجداول، او باستخدام قوالب جاهزه، يعني في جداول جاهزه موجوده في الاكسس تستخدمها مباشره، او انت بتصمم. خلينا نشوف هذا الكلام، هاي شارح لكم اياهم بالخطوات. انشاء جداول باستخدام القوالب، هيو انشاء جداول باستخدام طريقه التصميم، لاحظ كيف بتسمي الجداول، اختيار خصائص الجداول، انواع الحقول. هلا حطبقوا كله عملي مع بعض، بس هذا اوكي واضح. خلينا نشوف هذا الكلام. خلينا نروح على الاكسس، هاي برنامج الاكسس، هاي قاعده البيانات موجوده، كيف بدي انشئ الجداول؟ هلا اول خطوه لاحظ كل شيء عندك هون غير مفعل. ليش؟ لانه اول خطوه بعد انشاء قاعده البيانات لابد انك تسوي انشاء جدول. كيف بتروح؟ بتقول روح من هون من القائمه، شايف؟ بتقول له كرييت، اوكي. لما تكبس كرييت في شغلات كثير بدك تنشئ. شنو بننشئهم؟ اللي حكينا عنهم المره اللي فاتت. اول شيء بتنشئ، ممكن تنشئ جداول تيبلز، ممكن تنشئ استعلامات كويري، ممكن تنشئ نماذج فورم، ممكن تنشئ تقارير ريبورت، ممكن تنشئ ماكرو، وحدات الماكرو. هلا اول خطوه تنشئها اللي هي الجداول. لانشاء الجداول في طريقتين، اما من طلع عن طريق بسموه تيبل، يعني جدول عادي وتدخل فيه بيانات ومن خلاله بقى بنشئ ايش اللي هي الجداول، او من خلال التصميم. وفي طريقه ثالثه اللي هي الشير بوينت ليست. انا بيهمني اللي هي يا التصميم يا النماذج او بسموه تمبلت جاهزه. في الجداول اذا بدك تاخذ طريقه الجداول بتيجي بتقول له تيبل، هيك لاحظ بيسوي زي جدول، بصير تدخل انت بياناتك زي الاكسل، وهو لحاله بسيف هذا الجدول. هاي طريقه عاده انا ما بستخدمهاش نهائيا. ولاحظ الشاشه عندك مقسومه لجزئين، في جزء على الشمال هون اللي هو بيظهر لي الجداول والنماذج والفورم، هيو هون ها لاحظ هاي بتقدر تظهر وتخفيه، اوكي. وفي جزء على الشمال هون شايفينه التيبل بورجي كل الجداول، مثلا عندك اكثر من جدول بتيجي تسكره من هنا، سكرت الجدول هون ما عندي ولا جدول لسه. او طريقه ثانيه اللي هي باستخدام الديزاين، وهاي الطريقه اللي حنستخدمها، وهي المفضله انك انت طالب يعني في المدارس بيشتغلوا طريقه التيبل او طريقه الجداول الجاهزه. انا بتتعاون معي على طريقه بسموها التيبل ديزاين. كيف التيبل ديزاين؟ بتيجي بتكبس من هون، لاحظ بيعطيك هاي الشاشه. التيبل ديزاين يعني انت بدك تحدد الجدول شو اسمه، وبدك تحدد شو اسماء الحقول، وكل حقل شنو نوع البيانات. لو اخذنا مثال بسيط، بدي انشئ جدول طالب، في رقم الطالب واسمه وعمره وتلفونه. هلا هذا الجدول هون بتحط اللي هي الحقول، يعني بتيجي هون بتقول ها تقدر تكتب انجليزي وعربي، بتيجي بتقول هون رقم الطالب، هون بتحط الحقول، بيجي هون اللي بعديه اسم الطالب، هون تاريخ الميلاد، تاريخ الميلاد، بعدين هون رقم الهاتف، وضيف حقول قد ما بدك. هلا هون اسماء الحقول، هون انواعها، رقم الطالب بيكون نص ولا رقم؟ هاي شباب رقم، بدي فباجي بختار من هون نمبر، الاسم نص تكست، تاريخ الميلاد بكون date and time، رقم الهاتف
بكون كمان مثلا نمبر، مثلا صورة، صورة طالب، أنواع كثير. اختار من هون، لاحظ لهون، ممكن تختاروا اتاشمنت، أو ممكن تختار أول إي أوبجكت. أول إي أوبجكت بتختار أوبجكت من كائن اسمه صورة، يعني مثلا اتاشمنت، يعني أنا بدي ألحق معاه ملف. العنوان البريدي، العنوان الإلكتروني بختار هون، هايبر لينك، أو مثلا ويب سايت إلو. يعني لاحظ كل أنواع، في مثلا يس نو، أوتو نمبر، إذا مثلا راتب الطالب كرنسي عملة، هدول أنواع، ميمو إذا كان في ملاحظات. فأنت بتجدول شو بتسوي؟ تحطت هون أسماء الحقول وأنواع الداتا تايب. هلا بيهمني تتذكر ما حكينا، أهم شيء فيه شيء اسمه المفتاح. إحنا حكينا سابقا إنه كل جدول يجب أن يكون له مفتاح. شو الحق اللي بده يكون مفتاحه؟ رقم الطالب. فباجي بكبس من هون، جيت طلع بكبس هيك كليك، وباجي بكتب بكبس على المفتاح، هيو برايمري كي، فبحط لي هون مفتاح. هلا بدي اخزن شغلي، باجي بقول له سيف، بيطلب مني اعطي اسم الجدول. يعني انت لما بتقول له كرييت جدول، لما انشات الجدول بحط اسماء الحقول، انواع البيانات بسموها الداتا تايب، بحط المفتاح الرئيسي للجدول، بعدين بقول له سيف. لما اجي اقول له سيف، تلقائيا حيقول لي اعطيني اسم هذا الجدول، فبقول له جدول الطالب. ها، جدول الطالب، وباجي بقول له اوكي. شو سوى؟ ضاف قائمه هون اسمها تيبل، لو كبست عليها حتلاحظ هي جدول الطالب. هلا الجدول هون فاتح، اذا انت بدك تسكره بتسوي اغلاق من هون، شايفين كلوز، بس بضل الجدول هي موجود. طيب خلينا ناخذ كمان مثال اخر. دكتور اذا سمحت. نعم. الحين المفتاح ليش ما فهمته انا؟ ليش لازم قواعد البيانات للجدول، عشان يستطيع الوصول للبيانات، للبيانات الجدول، لازم يكون هنالك حقل، هذا الحقل يكون هو مفتاح ذلك الجدول، يعني من خلاله بيصل بقيه البيانات. لازم يشترط في هذا الحقل يكون مفتاح رئيسي. شو معنى مفتاح رئيسي؟ بسموه برايمري كي. المفتاح الرئيسي معناه انه بياناته لا تتكرر، ولازم ادخل. هلا بصير طالب مسجل في جامعه جرش ما يكون له رقم جامعي؟ بصير كل طالب له رقم جامعي، اذا لازم. طب بصير طالبين لهم نفس الرقم؟ اكيد لا. لا دكتور، لا. اذا المفتاح الرئيسي له ميزتين، شو هي؟ انه لازم ادخل له قيمه، والقيمه والخاصيه الثانيه انه القيم تبعته لا تتكرر، يونيك. ليش؟ لان حتى انا استطيع اصل لهذا الطالب بدي اصل من خلال مفتاحه. فاذا كان اذا ما له مفتاح، اذا ما استطيع الوصول له، اذا تكرر هذا المفتاح، اذا لن استطيع الوصول لنفس الطالب. اذا فبالتالي كل جدول يجب ان يكون هنالك حقل. هلا ممكن يكون حقل واحد، ممكن يكون اكثر من حقل، على الاقل لازم يكون حقل واحد هو مفتاح رئيسي. هلا ممكن يكون حقلين مع بعض مفتاح رئيسي، بس ما بصير يكون في جدول اكثر من مفتاح رئيسي. يعني لازم بس لكل جدول يجب ان يكون له مفتاح رئيسي. ايش؟ شو مفتاح رئيسي؟ واحد. واحد. هلا حتفهموا اكثر، خلينا كمان نسوي كمان جدول عشان توضح الصوره اكثر. بدي انشئ جدول المواد. مثلا كيف اسوي؟ بروح على تيبل ديزاين، بكبس كليك، بيعطيني هاي الشاشه، باجي بحدد الحقول، بقول له مثلا رقم الماده. باجي بقول له الحقول حسب اسم الماده. عدد ساعات الماده. اللي بشتغل معكم. المتطلب السابق. المتطلب السابق. ماشي، رقم المادة شو بحدد نوعه؟
نمبر، اسم المادة تكس، نمبر عدد الساعات بده تكون نمبر، المتطلب السابق بده يكون نمبر. هاي انواع، هاي كلها بنسميها انواع الداتا تايب. يعني لاحظوا شو انواع الداتا تايب، اما بيكون نص، النص بيكون جاي حقل حط فيه كلام له عدد محدد من الكاركترز. الميمو بسموه الملاحظات، يعني بيكون اكثر من التكست، يعني حجمه بيكون اكبر من التكست. نمبر نمبر، ديت تواريخ، كرنسي يعني انت بدك تحط مثلا والله راتب، فبتقول مثلا 20 دينار، فبدك تحط جاي يعني انه يعطيك انه كرنسي، مش بس فقط يعطيك رقم. اوتو نمبر انه يعطيك ارقام تلقائيه من عنده، هذا عادة بستخدمه لما مثلا بدي احط مثلا رقم فاتورة، فانا مش معقول اقعد احفظ الارقام ارقام الفواتير، فباجي بقول له هون ايش؟ اوتو نمبر. كمان في عندك يس نو، يعني اذا كان القيمة اللي بدك تدخلها يا نعم يا لا، مثلا ناجح راسب، حي ميت، ذكر انثى. اول اي اوبجكت تستخدم هاي لاضافة كائنات اخرى مثل صور، ممكن سي في، اي شيء بدك اياه. هايبر لينك وصله تشعبيه، شو معناها؟ يعني ممكن يكون مثلا اذا عندك ويب سايت تعطيه الويب سايت تبعك، او اذا كان عندك ايميل تعطيه الايميل تبعك. اتاشمنت يعني بدك تلحق معاه ملفات بي دي اف شغلات. كالكوليتد للحسابات، وفي لوك اب وزرد لشغلات اخرى. طب هلا انا حددت الحقول وحددت نوعها، شو ضل عندي الخطوه اللي بعديها؟ المفتاح، تحديد المفتاح. شو الحقل اللي ما بتكرر فيه بياناته؟ هلا اسم الماده ممكن يتكرر، عدد الساعات بتكرر، المتطلب السابق بتكرر، الوحيد الحقل اللي ما بتكرر فيه البيانات مين هو؟ رقم الماده. باجي باشر عليه كليك هيك، وباجي هون شايفين بكبس برايمري كي. خلصت؟ اذا حددت اسماء الحقول، حددت انواع البيانات لكل حقل، حددت من هو الحقل المفتاح رئيسي. شو بضل؟ بسوي سيف. اول ما تسوي سيف بقول لك شو اسم الجدول، لانه ما بسكر هذا الجدول لما يعطيه اسم، بدي اسميه جدول الماده. اي جدول الماده او المواد، جدول المواد. دكتور، نعم. وهي بعطيه اوكي. هلا المفتاح بنحط، انا بعطيه بجاوبك. لاحظوا على الشمال شو سوى؟ قبل شوي سويت جدول الطالب، هون جدول سويت، شو سويت؟ جدول المواد. بقدر اسكر الجدول من هون، بسكره هون. لاحظ هاي الجداول اللي انا سويتها، تفضلي. هلا المفتاح بنحطه عند الاشي المكرر؟ نعم. هلا المفتاح بنحطه عند الاشي اللي ما راح يتكرر؟ الحقل اللي في بياناته لا يعني تتكرر، هو بحطه مفتاح رئيسي. نعم. بدك تتوقعي شو الحقل اللي هي بياناته لا تتكرر، في هاي الحالة ايش؟ شو بسوي؟ بعتبره هو المفتاح ايش؟ الرئيسي. في اي استفسار لنشوف الجداول؟ هاي شباب صبايا، طب انا انشات الجدول، بدي ارجع للتصميم، كيف بدي ارجع ادخل على تصميمه؟ هلا عندك طريقتين، يا مثلا الجدول اللي انا بدي اياه باجي بسوي كليك عليه هيك اوكي، وبقول له ديزاين. هلا قلت له اشرت عليه كبس ديزاين هيك بده يروح ينشئ جدول جديد، غلط هذه الطريقه. طب وشو الحل؟ هلا انت واقف على الجدول هون، رايت كليك، انت مؤشر على الجدول، في عندك يا ديزاين يا اوبن. شو معنى ديزاين او اوبن؟ اوبن انه نفتح الملف. هلا بدي افتح الجدول، اوبن عشان افتحه واعمل على اضافه بيانات له معي. اما ديزاين عشان ارجع على تصميم الجدول، بدي اعدل او بدي اغير في تصميم الجدول، يعني مثلا نسيت حقل بدي اضيفه، في حقل اعطيته نمبر وانا بدي اخليه تكس، في حقل يعني عرفتي علي، بدي اضبط في اعدادات الجدول. فاذا بدي اسوي ارجع على التصميم، باجي باشر عليه كليك، رايت كليك، باجي شو بقول له؟ ديزاين فيو. لاحظوا شو سوى؟ رجعني على تصميم الجدول.
طب بدي اشوف الجدول الثاني نفس الكلام، باجي كليك رايت كليك بقول له ديزاين فيو، لاحظ ورجاني تصميم الجدول الاول هيو، وهي تصميم الجدول الثاني. اوكي طيب الجدول الاول بدي افتح، ما بدي ادخل على تصميمه، باجي اشر عليه رايت كليك اوبن، سكر التصميم وفتح لي الجدول. لاحظتوه؟ الجدول الثاني بدي اجي افتح، ما بدي ادخل على تصميمه، اوبن. لاحظ جدول المواد نفس الشيء، سكر التصميم وفتح لي اياه. طب ليش بستخدم الاوبن؟ ليش بستخدم الاوبن؟ لادخال دكتور عشان ادخل. ايوه هلا احنا بعد ما نصمم الجداول الفكره بدنا ندخل بياناتنا الداتا، مش احنا حكينا قاعده بيانات شو هي؟ هاردوير، سوفت وير، شو كمان؟ يوزر وبروسيجر وداتا اللي حطيناها بالنص. داتا. فبالتالي انا بدي ادخل الداتا، كيف بدخل الداتا؟ عادي بسوي له اوبن للجدول او دبل كليك عليه. باجي بحط المؤشر مثلا رقم الماده 4010، اسم المادة مثلا لغة عربية، اوكي انتر، عدد ساعاتها 3، المتطلب السابق ما لها متطلب سابق، انتر. بنزل على هذا شو بنسميه؟ بيانات اول مادة اللي هو بسموه السجل الاول. هلا بضيف مادة ثانية اللي هي 9 مثلا، خلينا نقول لغة انجليزية، لغة إضافة بيانات يعني بنسميه داتا. أوكي 3 ساعات وهكذا إدخال بيانات. بعد ما تخلص إدخال البيانات شو بتقول له؟ سيف. نفس الشيء بنيجي على الطالب، هاي على الطالب، رقم الطالب مثلا 200 120، هي إنتر. اسم الطالب هي بسام، انتر. تاريخ الميلاد لاحظ بيعطيني جاي كالندر من هون مثلا، هاي 5 4. رقم الهاتف مثلا 0796634332، هاي انتر. هون احنا حكينا عن ملفات، باجي بكبس من هون عشان اضيف ملف بسموه فايل، هاي كمان انتر. بريد العنوان الالكتروني مثلا اي ال، هاي زي اي لاحق بالانجليزي خلينا نكتبه عادي، بينا زي اي جي اتش ام او يو ار اي ات هياهو دوت كوم، هاي انتر. بيجي على الطالب الثاني وهكذا، باجي بسوي سيف بخزن البيانات. هاي بقدر اسكر الجداول، لاحظ هي سكرت الجدول الاول وهي سكرت الجدول الثاني. هلا بياناتك صار فيها شيء؟ لاحظ موجودة، سوي بس دبل كليك عليه هاي جاب بسام، سوي على المواد دبل كليك عليه هاي جاب ايش؟ المواد. يعني البيانات تم تخزينها جوا الجدول. اغلاق هاي الجداول بكل سهولة، ما عليك الا تسكر من هون تسكر من هون، تبقى هاي الجداول. في اي استفسار لهون؟ اي استفسار يا شباب؟ تمام دكتور. واضحة طريقة انشاء لأي جدول من هاي الجداول ما بدك اياه شو بتسوي؟ ما عليك الا تاشر عليه رايت كليك. لاحظ ايش؟ انا مثلا تبين انه هذا الجدول ما بدي اغير اسمه، جدول المواد. باجي باشر عليه رايت كليك في رينيم. شو معنى رينيم؟ اعاده التسميه. بالضبط بدي اغير اعاده التسميه. بدي احذف الجدول، شو باجي بقول له؟ ديليت. ديليت. اوكي اللي بيهموني اللي هم اوبن، ديزاين عشان ندخل على التصميم، رينيم وديليت. هلا في شيء اسمه اكسبورت، تقدر تصدره هذا الجدول على الاكسل، على الوورد، يعني توديه على قاعده بيانات ثانيه، تقدر تسوي امبورت يعني تجيب جداول من الاكسل من اكسس ثانيه، يعني في، بس مش مطلوب منك، المطلوب منك انه اي جدول تقدر تفتح هذا الجدول، تقدر تدخل على تصميم الجدول، تقدر تسوي اعاده تسميه الجدول وديليت حذف الجدول. اوكي مثلا بدي جدول مواد احذفه، باجي بقول له ديليت، شو صار؟
قول لي هل انت متاكد بدك تعدي بالجدول؟ قول له يس، اي حذفه. مثلا بدي اسوي نسخه عن هذا الجدول، نسخه ثانيه، بقدر اقول له مثلا كوبي اوكي وهي بيست. هو بيسالني بدك تسوي نسخه ثانيه عن الجدول مع التصميم وهذا، قلت له اوكي. لاحظ صار في نسختين، هي النسخه الاولى هي، لاحظ هاي النسخة الثانية. بقدر أغير النسخة الثانية هيك رينيم، أسميها نسخة احتياطية، نسخة هي نسخة احتياطية. طيب صار عندي الجدول الأول وهذا نسخة ثانية عن احتياطي. واضحة الفكرة يا شباب؟ هلا تمام دكتور. المحاضرة الجاي بنكمل بنزيد شوي شوي، ضروري تطبق هذا الكلام يا على جهازك الكمبيوتر او اذا بتنزل على تلفونك سواء ايفون او شيء، نزل الاكسس، اكتب مايكروسوفت اكسس ونزله. انا نزلت ما فتح عندي. نعم على التليفون انا نزلته بس ما فتح عندي على التليفون. ما انشاء تيبل وهذا ما زبط معاكي؟ ما فتح الاكسس كله. ليش؟ مو برنامج عادي، نزلي مايكروسوفت. دكتور بتقدر خليني اجربه اليوم، انا بجربه على الايفون وبصور لكم اياه وبنزل لكم اياه. اوكي؟ هلا بعد ما تخلص شغلك بتسيف فايل، بدك تسكر الداتا بيس، شو بتقول له؟ كلوز داتا بيس. بدك تسكر برنامج الاكسس بتقول له فايل اكزيت. اوكي؟ في هاي الحالة ايش بيسوي؟ بيسكر كل الداتا بيز. واضح؟ في اي استفسار لهون؟ هذا الكلام كله مشروع عندك، هيو على الباوربوينت زائد. ارجع احضر المحاضرة كاملة، واضح؟ هاي الباوربوينت الأول بتكون هيك احنا انهيناه. طيب خلينا نشوف الحضور والغياب مرة ثانية. نور حكينا عنها، هبة حكينا، نيفين حكينا، رنا حكينا اسمها. بعدين مالك حكينا اسمه كمان، علاء الدين حكينا، ميس حكينا، في عندنا حمزة، وفي عندنا أحمد. نعم، وأحمد مروان، وفي عندنا هادي. حاضر دكتور، حاضر. وعندنا فلسطين، وعندنا نادين. موجود دكتور. أوكي، وعندنا أسماء. وعندنا عمار. أوكي. حاضر دكتور. هاي عمار، وفي عندنا معاذ. موجود دكتور. في حدا ما طلع اسمه؟ هدول الحاضرين يا شباب. في انا مبعت على الواتساب، بعثت في طلاب على منصه الاختبارات لهلا مش داخلين. يوم الامتحان اي مشكله بصير معك تواصل مع الدعم الفني، معي ما تتواصل، لأن أنا أعطيت امتحان وطلبت وكتبت أسماء الناس اللي ما دخلت، لهلا في طلاب ما بدخلوا، ما دخلوش على منصة الاختبارات. فرجاء من الجميع الدخول على منصة الاختبارات، واضح؟ في أي استفسار؟ هاي المادة عندنا مشيرها، يعني الكل هون لازم تدخل على منصة الاختبارات من هون. واضح ضروري جدا. وبعت قائمة الأسماء على الواتساب اللي مش داخلين. هلا إذا تحضر فيديو تاني